طيب، بما ان كورونا ما زال حديث الساعة وخطير وكل العالم خايفة وهلع، ايش اللي سبب كورونا؟ طيب لنفرض ان الشخص اصيب بالفيروس هذا، ايش اللي يصير داخل جسمه بالضبط؟ وايش هي الخطورة؟ وكيف ممكن للشخص يموت من هذا الفيروس؟ وبس، في هذه المناسبة ننتقل الى Our Beloved Board، نتكلم عنه بتفاصيل وليش هو خطير على الجسم، بالذات خطير على الرئة. طبعا هذا الكلام راح يكون للجميع، مو لازم تكون متخصص عشان تفهم. العلم للجميع، وخصوصا مرض زي هذا حديث الشارع، لازم الكل يعني يتثقف فيه على الاقل. تمام، نجي هنا. اول شيء القصبة الهوائية، اتوقع كلنا عارفين القصبة الهوائية، وعندنا احنا رئتين. تمام، يصير تفرع من القصبة الهوائية هذه الى الرئتين. تمام، وكل ما اتجهنا الى داخل الرئتين اللي هي هذا الشكل راح تكون تقريبا يعني، تمام، كل ما تصغر التفرعات. يعني تصغر التفرعات، تصغر، وهكذا بالرئة الثانية كمان. نجي عند المنطقة هذه الأخيرة، هي اللي يتم فيها تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. إحنا عشان كذا نتنفس، تمام، نتنفس أكسجين ونطلع ثاني أكسيد الكربون، يكون ثاني أكسيد الكربون جاينا من الجسم نطلعه ونتنفس أكسجين، ندخل الأكسجين، نتنفس أكسجين ويدخل الدم عشان تستمر الوظائف الحيوية بالعمل ونبقى على قيد الحياة. طيب احنا هنا تكلمنا عن المنطقة هذه اللي يتم تبادل الاكسجين فيها، خلونا نكبرها ورسم تقريبي لها. يقولون شكلها تقريبا كان زي عناقيد العنب. تمام، هذا اخر شيء، اخر جزء واصغر جزء. تقريبا عندنا منها في كل رئة 600 مليون حبة مثل هذه. تمام، يجي الهواء اللي محمل بالاكسجين داخل. تمام، احنا اخذنا شهيق لين يوصل هنا. تمام، بعدين هنا تيجي ايش؟ عروق الدم. عروق الدم محملة بايش؟ محملة بالسي او 2 او ثاني اكسيد الكربون. عشان ايش اللي يصير بالضبط؟ يتم التبادل، من يطلع ثاني اكسيد الكربون خلاص عشان يطلع مع الزفير، وبعدين الاكسجين يدخل جوا عشان تستمر الوظائف الحيوية ونبقى على قيد الحياة. فهنا نكمل، يدخل الاكسجين الى الدم، وبعدين عاد يروح الى باقي اجزاء الجسم. تمام، هذه في الحالة الطبيعية. في حالة الفيروس، الفيروس لما يصيب الرئة يسبب التهاب كامل في الرئة، التهاب كامل في الرئة، ومن ضمن الالتهاب الكامل اللي يصير بالرئة يصير هنا التهاب في هذه المنطقة، منطقة تبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون. تمام، زي ما انتم شايفين هنا في منطقة صغيرة جدا، هذه اللي يتم فيها التبادل، تمام، الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون، هنا كمان يصير في التهاب، وتتضخم هذه المنطقة لدرجة ان ايش، خلاص تسوي بلوك، تقفل منطقة التبادل بين الاكسجين، و تقفل منطقة التبادل بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. كذا يصير عند الشخص صعوبة كبيرة جدا بالتنفس. طبعا في هذه الحالة الالتهاب اللي ساير في الرئة عموما وفي هذا المكان تبادل الاكسجين مع ثاني اكسيد الكربون يسمى Acute Respiratory Distress Syndrome. تمام، هذا الاختصار حق المرض هذا. اغلب الحالات اللي للاشخاص اللي يصيبهم الفيروس هذا كورونا يجي تصير عندهم هذه الحاله. تمام، زي ما فهمتم هنا لما علمتكم الموضوع انه يصير في بلوك، اكيد لما يصير في بلوك ما نقدر نبدل الاكسجين مع ثاني اكسيد الكربون، يعني الجسم عندنا يصير يقل في نسبه الاكسجين ويزيد في نسبه ثاني اكسيد الكربون، ويصير عندنا صعوبات بالتنفس والواحد ما يقدر يتنفس. بالعكس، على لا، وبعد يعني تصير هنا المنطقة هذه يصير فيها تبادل أكسجين، يصير فيها سوائل تقفل بزيادة. طبعا في هذه الحالة على طول يعطونه تنفس صناعي، لأنه ما يقدر يتنفس من نفسه، هذه الدنيا مقفلة اللي هنا، ما هو قادر يتنفس وخلاص بيقل نسبة الأكسجين في الجسم لحد ما يموت، فلذلك يعطونه يكون تحت في العناية المركزة تحت أجهزة تنفس صناعي لحد ما حالته تستقر، وبعدين عاد يعطونه أدوية ملازمة، أدوية مناسبة وانتباه طبي مناسب لحد ما يروح يخف الالتهاب وتزول السوائل اللي في هذه المنطقة ويروح التكفيل اللي هنا ويرجع يتنفس طبيعي ويطيب. طبعا الموضوع مو هذه البساطة لما نقول خلاص نعطيه تنفس صناعي ونصبر عليه كم يوم ويطيب، لا، كل حالة لها تعاملها الخاص، وبعض الناس بعض الأحيان الناس يبغالهم يخلونهم زي المشلولين عشان ما يخربون طريقة تنفس الجهاز، لأن الواحد
لما يتنفس بالجهاز هذا، لما يكون مع المرض يتنفس بالجهاز هذا، يحس ان الجهاز مو قاعد يعطيه كمية اكسجين كثيرة، فيحس ان الجهاز قاعد يخنقه بدل ما قاعد يساعده. هو احساس يجي ما يدري ان الجهاز قاعد يساعده في التنفس، لكن نسبة الاكسجين قليلة عنده، فيحس انه قاعد يخنق زيادة ويبطل يستخدم الجهاز هذا. فذلك يحاولون يخدرونه عشان ما يقعد يقاوم، واحيانا يخلونه يعني يعطونه مخدر عشان ينام ويفكهم شره. عموما هذا الفيروس مقدور عليه اذا تم اكتشاف العدوى هذه بوقت مبكر، واخذ العناية اللازمة والاهتمام اللازم. طبعا انا اخذت هذا الشرح وهذه المعلومات من قناة بيوتيوب اسمها ميد كرام، تمام؟ ميد كرام. راح احط لكم رابط الفيديو والقناة